هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، أما بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وفي أيضاً ارتفاع في نسب الرطوبة، وده بكل تأكيد هيزود من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، ولو تطمنا على أخبار الجو النهاردة. صباح الخير لحضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. بالفعل احنا زي ما حضرتك ذكرتي بنشهد الفترة دي ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، لكن بقيم متفاوتة على كافة مناطق الجمهورية. كمان ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة سفر الموسم خلينا أعلى من المتوسط بمعدل حوالي 3 درجات، وبالتالي القاهرة متوقع أنها على مدار اليوم والغد تكون ما بين العظمى عليها ما بين 39 ل 40 درجة مئوية، وبالتالي مع ارتفاع نسب الرطوبة ممكن نشعر بها في حدود ال 42 وربما كمان 43 درجة مئوية. بالفعل ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وكل ما اتجهنا جنوبا طبعا كالمعتاد بترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي عشان تكون العظمى على جنوب الصعيد في حدود ال 44 ل 45 مئوية. هي ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، كمان خلال ساعات الليل بنلاقي ارتفاع في درجات الحرارة عن الليالي اللي فاتت، وبالصغرى على القاهرة حدود ال 26 ربما كمان 27 درجة مئوية. طبعا عارفين ان نسب الرطوبة خلال ساعات الليل بتزداد عن نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، وأعلى نسبة رطوبة يتم تسجيلها بتكون في ساعات الليل، وبالتالي نقدر نقول لو سجلت القاهرة بالليل 26 أو 27 الارتفاع الكبير في درجات في دكتور محمود استاذن بس حضرتك لو ممكن تتحرك من المكان اللي حضرتك موجود فيه عشان الاتصال لانه في تقطيع في الاتصال. الصوت كده تمام حضرتك دكتور محمود؟ الو ايوه اتمنى يعني بس حضرتك لو ممكن تتحرك من مكانك عشان الشبكه. الصوت كده تمام مظبوط اتفضل. الو ايوه مع حضرتك يا فندم اتفضل. الصوت كده تمام يا فندم اتفضل. طبعا ارتفاع نسب الرطوبه زي ما اشرنا بيكون خلال ساعات بيكون بشكل اكبر، وبالتالي خلال ساعات الليل بتكون الاجواء الحراره بشكل كبير جدا سواء على القاهره او اغلب مناطق الجمهوريه. طبعا احنا بنشهده حاليا ده سبب وجود او سيطره منخفض الهند الموسمي بشكل كامل على كافه مناطق، مع وجود امتداد المرتفع جوي في طبقات الجو العليا. كل العوامل دي بتعمل على سطوع كامل لأشعة الشمس خلال ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة في كافة طبقات الهواء العليا، ده كله بيؤثر على درجات الحرارة اللي بتكون موجودة على سطح الأرض، وبالفعل ترتفع درجات الحرارة زي ما أشرنا وتصل ل 40 درجة مئوية على مدار ال 48 ساعة الحاليين، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. دكتور محمود هدوء كبير في طبعات الرياح على مناطق الجمهوريه، هدوء سرعات الرياح ده بيخلينا كمان نحس الحراره اعلى من معدلاتها الطبيعيه، ويخلينا نحس بنسب الرطوبه بشكل اكبر. يمكن فقط خلال ساعات المساء نلاحظ بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفه على متفرقه سواء من القاهره او بعض المحافظات الداخليه. ان شاء الله الخرائط بتشير انه بدايه من يوم السبت هيبدا يحصل تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا، وهيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على انخفاض درجات الحراره بدايه من يوم السبت، لكنه هيكون انخفاض طفيف مش انخفاض كبير في درجات الحراره، وهتبدا العظمى من يوم السبت تسجل على القاهره ما بين ال 36 ل 37 درجه. يعني بدايه من الاسبوع الجاي يا فندم هيكون في انخفاض في درجات الحراره ان شاء الله، لكنه طبعا انخفاض طفيف مش هيكون انخفاض كبير. هتظل معاها الاجواء شديده الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه خلال ساعات النهار، لكنها على كل حال هتكون افضل من درجات الحراره او افضل من اللي احنا شاهدناه الاسبوع ده،
هيكون انخفاض بمعدل درجتين لثلاث درجات. يعني خلال الاسبوع ده القاهره كانت بتسجل ما بين ال 38 ل 40 درجه مئويه، من يوم السبت هتسجل من 36 ل 37 درجه، مع ارتفاع نسب الرطوبه هنشعر بال 36 او 37 وكانها في حدود ال 38 درجه مثلا. انها على كل حال وان ظلت شديده الحراره هتكون افضل حاله من اللي احنا بنشهده خلال هذه الايام. كمان من يوم السبت هيبدا نشاط للرياح اغلب مناطق الجمهوريه على فترات متفرقه من اليوم، ممكن يساعد شويه على تخفيف احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه بهذا الشكل. وهيكون في من يوم السبت نشاط على البحر المتوسط، ده بالفعل هيؤدي هناك لارتفاع الامواج من يوم السبت على شواطئ البحر المتوسط. مش هيكون ارتفاع كبير لكن هيخلي بعض شواطئ البحر المتوسط غير مؤهلة بالنسبة للمصيفين والمصطفين على الشواطئ، وطبعا بنحذرهم من نزول البحر خلال الفترة دي. مش هيكون التحذير من نزول البحر على كافة البحر المتوسط، يكون الأمر ده متروك للمسؤولين عن الشواطئ، بيبدأوا يرفعوا بعض الرايات على بعض الشواطئ مش كل الشواطئ. على شكلنا دايما بنوجه المصطفين والمصيفين على الشواطئ باتباع تعليمات المسؤولين هناك. حتى في بعض الشواطئ بيسمح بنزولها لكن بيوضع اعلام على اعماق معينه داخل البحر، علشان كده لازم نتبع التعليمات. ده بالنسبه للمصيفين على البحر المتوسط، لكن هتكون حركه الملاحه البحريه ربما هتكون معتدله هناك، لكن ده أول تحذير بنوجهه للمواطنين بالنسبة للسباحة على البحر المتوسط. أيضا هيستمر معانا الطقس شديد الحرارة، وإن كانت هتكون درجات الحرارة أقل من الفترة الحالية، وبالتالي بيستمر معانا التحذيرات اللي دايما بنوجهها للمواطنين، وهي التواجد دايما في أماكن جيدة التهوية لتخفيف الشعور بارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة دي، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة اللي هي بتكون تقريبا من 12 الظهر إلى 4 العصر. وطبعا اللي بيضطر للخروج بننصحه باغتداء غطاء للرأس وشرب كميات كبيرة من المية والسوائل طوال اليوم. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على كل هذه المعلومات، شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم ونتابع درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الجمهورية. هنبدأ معاكم من القاهرة، درجة الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة، أما الصغرى 26 درجة، العاصمة الإدارية 39 درجة 26 درجة، الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، العلمين الجديدة 32 درجة والصغرى 23 درجة. بالنسبة لمطروح درجة الحرارة العظمى هتكون 30 درجة والصغرى 22 درجة، دمياط العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، بورسعيد درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة. خلينا نروح مع حضراتكم للسويس، درجة الحرارة العظمى في السويس هتكون 39 درجة أما الصغرى 25 درجة، العريش 33 درجة 23، سانت كاترين درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 17 درجة، طابة درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، حلايب العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة أما 30 درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة، شرم الشيخ العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة، الغردقة درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة. بالنسبة للفيوم درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، بني سويف 39 26، الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، أما بالنسبة لأسيوط درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة. درجة الحرارة في سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، إنا درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى هتكون 28 درجة، الأقصر 43 درجة 29 درجة، وأسوان 44 30. كده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.